أنا صدقي معاد et je suis le coordinateur de soins du Centre international d'oncologie Bourras Tanger. اللي كيجي عندنا المريض ولا لو باسيون من السونتر دائما كنحاولوا نحسوه بلي هو مجي عند العائلة الثانية ديالو وبلي دائما كاين أمل في الحياة والمرض ماشي هو نهاية الحياة بالعكس. فالحمد لله كاين علاجات وكاين أمثلة ديال العديدة ديال الناس اللي تا هما أمراض وكيمارسوا الحياه ديالهم عاديه، كيمشيو للعمل ديالهم، كيزاولوا الانشطه الرياضيه، كيمشيو للسوق، يعني انشطه يوميه. وكاين الناس الحمد لله اللي حتى هما كانوا مرض وتشافوا من هذا المرض هذا. وحنا دائما كنخليو لو باسيون ديالنا ملي يجي يحس بانه مجي عند العائله الثانيه ديالو فحال اللي قلت، ويكون مجي وهو مرتاح ومطمئن باش يعمل الدواء ديالو باش يتلقى العلاجات ديالو، والله يشافي الجميع. هادشي اللي نقوله. أكدت هلا عناية وعلاج.